صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالنور والسرور، صباحكم حب وسعادة. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة برنامج يومي من الأثنين للجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 11، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، ونرحب فريق عمل البرنامج. عندنا في الإخراج اليوم الزميل وائل قواسمة، وبالتنسيق الأخت إسراء الهاشمي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. أعزائي المستمعين، بما أن نحن في شهر مارس واليوم تاريخ 8 مارس، هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للمرأة، واللي تحتفل فيه دول العالم بنجاحات المرأة وإنجازاتها في كافة الأصعدة، سواء كانت الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية وغيرها من المجالات. وقبل ما نبدأ فقراتنا لهاليوم، حابين نبارك لكل امرأة، كل أم، كل أخت، كل صديقة، ونهديها كل مشاعر الحب والتقدير والاحترام. نحن اليوم ولله الحمد في دولة الإمارات نفتخر بقياداتنا النسائية، نفتخر بإنجازاتهم واللي كان لها دور بارز في رفع اسم دولتنا الغالية في المحافل الدولية، ولله الحمد. وطبعا هذا الشيء ما يا من فرغ، هذا كان بتوفيق من رب العالمين وبإيمان قيادتنا الرشيدة بدور المرأة المهم في تنمية المجتمع، وما ننسى أكيد بالدعم اللامحدود من أم الإمارات، أمنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حرم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظها الله ورعاه. وبهالمناسبة أعزائي المستمعين، فقراتنا لهاليوم بنخصصها للحديث عن شهر المرأة. في البداية بناخذ فقرة الأخبار الصحية، ومن بعدها فقرة السوشيال ميديا. أما في فقرة التغذية لهاليوم فبنتكلم عن التغذية السليمة والصحية للمرأة، وفي آخر فقراتنا بنعرف فيها أكثر عن اليوم العالمي للمرأة وعن فعاليات وأنشطة شهر المرأة. نذكركم أعزائي المستمعين أن نحن في برنامج صحة وسعادة دائما على استعداد لاستقبال مشاركاتكم وملاحظاتكم أو حتى اقتراحاتكم على أرقام التواصل 600551414، واللي حاب يشاركنا عبر الرسائل النصية على الرقم 446 4006. على العموم نبدأ بسم الله أول فقراتنا، وخبرنا لهاليوم يتكلم عن أثر تدخين الأمهات قبل حدوث الحمل وبعده بفترة قصيرة على تطور الأجنة. شو يقول الخبر؟ اسمعونا للآخر. توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة إيراسموس بهولندا إلى أن تدخين المرأة قبل حدوث الحمل وبعده يرتبط بتأخر نمو الجنين وانخفاض وزنه عند الولادة، حتى لو توقفت المرأة عن التدخين بعد ذلك. اشتملت الدراسة على ما يقارب من 700 امرأة حامل، وذلك في الفترة من بين عام 2010 و2018، واستخدم الباحثون تقنيات الواقع الافتراضي لمراقبة نمو الأجنة داخل الأرحام. وجد الباحثون بأن النساء اللواتي كن يدخن التبغ التقليدي بمعدل 10 سجائر يوميا أو أكثر قبل حدوث الحمل ب 14 أسبوع وحتى 10 أسابيع بعده كانت أجنتهن أصغر حجما بمعدل يوم واحد مقارنة مع أجنة النساء غير المدخنات، وذلك بحلول الأسبوع 10 من الحمل. كما وجد الباحثون بأن الثغرة النمائية عند أجنة النساء المدخنات لم تسد طيلة فترة الحمل، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل أوزانهن الولادية بمقدار 93 جرام وسطيا مقارنة مع أجنة النساء الغير مدخنات.
وبحسب الباحثين تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها اللي تتحرى العلاقة بين تدخين النساء قبل حدوث الحمل وبعده، وليس طيلة فترة الحمل، وأثر ذلك على نمو الأجنة طيلة فترة الحمل. أعزائي المستمعين، هذا كان خبرنا لهاليوم. والصراحة هذه الدراسة تدل على أهمية الإقلاع عن التدخين قبل الحمل، ومن الضروري بعد أن نركز الجهود المبذولة لمساعدة النساء على الإقلاع عن التدخين خاصة في هذه الفترة الزمنية، يعني من اللحظة اللي يتم التخطيط فيها للحمل. ولكن بالنهاية نحن نقول أن الإقلاع عن التدخين يكون أكيد له بيكون يعني نتائج إيجابية سواء على الأم وجنينها في أي مرحلة من مراحل الحمل. نتمنى السلامة والصحة للجميع. الحين أعزائي المستمعين، خلونا ناخذ فقرة السوشيال ميديا ونسمع شو آخر مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي وشو المتداول فيها، وخاصة على صفحات هيئة الصحة بدبي، مع الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم دكتور وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. كل عام وانت بخير. وانت بخير، كل عام وجميع نساء الأرض بخير وصحة يا رب وسعادة، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله يا أسماء. بما نحن اليوم هو صادف يوم المرأة العالمي، كنا قاعدين نشتغل سيتم نشر اليوم نصيحة مهمة لجميع النساء، وهي شو هي المعادن والفيتامينات التي تحتاجها النساء أنك يعني تحرص أن وجودها بطريقة سليمة وبالانس في الجسم. فهي النصيحة نحن راح نحطها اليوم في قنوات التواصل الاجتماعي، نتمنى من الجميع أن يتابعونا على حساباتنا DHA_Dubai ويشوفون النصيحة راح تكون على إنستغرام وفيسبوك. ومين برسالتنا الصباحية اللي تقول لا تجعل أبسط الأمور تأثر على علاقتك مع زملائك، لا تفسد يومك بالأشياء الصغيرة. أحيانا بعض التصرفات الصغيرة اللي تحد أو تطلع من بعض الزملاء تخلينا نحن يعني بعض الأشخاص يضخمونها بطريقة وايد كبيرة، صحيح، بذلك ويسدون يومهم ويسدون يوم على غيرهم وعلى نفسهم. لذلك نقول لا تفسد يومك بالأشياء الصغيرة، وأحرص على حفاظ على سعادتك خلال أوقات العمل، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك عزيزتي أسماء مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي، نتمنى لك بعد يوم سعيد ونلقاك باكر بإذن الله. شكرا لك. أعزائي المستمعين، الحين وقت الفاصل، بناخذ الفاصل وبنرجع نتواصل وياكم نكمل باقي فقراتنا لهاليوم، تريونا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، حياكم الله ويانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل 600551414 أو من خلال رسائل النصية على الرقم 4006. اتذكروا دائما أعزائي المستمعين أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف كلنا أن النمط الغذائي للمرأة يختلف نوعا ما عن الرجل، وذلك بسبب اختلاف طبيعة المرأة واختلاف كذلك المشكلات الصحية أو الأمراض اللي ممكن تصيب المرأة على وجه الخصوص. وفي فقرة التغذية لهاليوم بنتكلم عن التغذية الصحية والمتوازنة للمرأة مع الأستاذة مريم علي عيسى، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة مريم. نزين أستاذة مريم شوية وبترد علينا. أعزائي المستمعين، خلونا نتكلم شوية عن اليوم العالمي للمرأة، بما أن إحنا اليوم في هذا اليوم المميز، خلينا نخبركم شوية عن تاريخ هذا اليوم. طبعا اليوم العالمي للمرأة تحتفل فيه كل دول العالم في 8 مارس. هذا طبعا بدأ من يعني بداية خروج العاملات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1856. تخيلوا من هذاك العام خرجنا للمطالبة بحقوقهن ومساواتهن مع الرجال، وكان أول احتفال لهم كان في عام 1909. ومن بعدها أعلنت الأمم المتحدة عن اليوم المرأة العالمي
يعني إنه يكون يوم رسمي في عام 1977. وطبعا في هذا اليوم يعني المرأة يعني تحمل شعارات من أجل الحصول على الحقوق، ويعتبر طبعا عشان شيء هذا اليوم يوم مميز الكثير من النساء. نقدر الحين ناخذ فقرة التغذية. زين، صبحت الله بالنور والسرور عزيزتي مريم. صباح الخير دكتورتنا دكتورة بدرية، وكل عام وانتي بخير وكل نساء العالم بخير وانتي بصحة وسلام ومن نجاح النجاح يا عزيزتي مريم. الصراحة احنا قبل ما ناخذ يعني الخط وياك اتغينا شوية نبدا عن اليوم العالم المرأة، وان بدا يعني مو يعني من فترة طويلة، من سنوات طويلة، وان الناس يعني وكل دول العالم تحتفل فيه يعني كل سنة. احنا الصراحة يعني ونفتخر ان احنا يعني على ارض بلادنا الطيبة هذه اللي تدعم المرأة، وكل همها ان يعني تضمن مكانة المرموقة للمرأة في المجتمع، ولا شو رايك؟ اكيد اكيد لازم نسلط الضوء على بعض الانجازات العظيمة اللي تقوم بها المرأة، وخاصة يعني أهم إنجاز اللي هو تربية الأجيال. صحيح، هذا أنا أعتبره هو أهم أجيال، وما أعرف صراحة شو أقول، بس يعني حلو أن نحن عندنا يوم مميز في العالم. صحيح، في العالم كله. وعشان شي احنا اليوم عزيزتي مريم احنا خلينا حلقتنا كلها خاصة باليوم العالمي للمرأة وعن شهر المرأة، وعشان شي بعد خلينا فقرة التغذية اليوم تتكلم عن التغذية المتوازنة والصحية للمرأة. ففي البداية يعني خبرينا شو الظروف يعني اللي تختلف فيها المرأة عن الرجل، واللي تحتم ان احنا مثلا نهتم بتغذية خاصة للمرأة يعني تختلف عن الرجل مثلا. نعم طبعا هناك اختلافات كثيرة ما تعد ولا تحصى، واختلافات جوهرية بين جسم المرأة وجسم الرجل. التكوين يكون نفس التكوين طبعا للجسم بشكل عام، ولكن في اختلافات النسب تكون بالنسبة للهرمونات. التكوين بشكل عام النسب تكون مختلفة، وكل مرحلة من مراحل حياة المرأة لها وصايا صحية غذائية رياضية تختلف عن مرحلة ثانية، لأنها تمر بالعديد، لأن الجسم يمر بالعديد من التغيرات ومراحل. في مراحل عندنا اللي هو من بداية اللي هي النمو السنة الأولى، عقب أن مرحلة الطفولة هي لها تغذية خاصة، مرحلة البلوغ وكذلك تكون لها تغذية خاصة لأنها تبتدي مرحلة البلوغ الهرمونات فاعليتها ونشاطها في الجسم. عندنا مرحلة الثلاثينيات كذلك والأربعينيات وفوق الخمسين سنة. فكل مرحلة من هاي المراحل تحتاج لتغذية خاصة، وهاي التغذية تكون لكي تحافظ على ثلاث أساسيات اللي هي الصحة النفسية والصحة الجسمانية. إنزين عزيزتي مريم، إنزين يعني أنت الحين حددتي المراحل اللي تمر فيها المرأة، وأن في كل مرحلة أنها تحتاج تغذية يعني ونهتم بتغذية سليمة للمرأة والصحية. إنزين هل هناك في قائمة يعني غذاء أساسية مثلا محددة يعني مخصصة للمرأة؟ نعم، بالنسبة للمرأة بشكل عام هو مثل ما نحن نعرف أن الجسم يحتاج لجميع العناصر الغذائية تكون بشكل عام كاملة، ولكن بالنسبة للمرأة في بعض المراحل مثلا ممكن نقول من سن 14 لين سن 51 هي تحتاج كمية حديد مضاعفة عن الرجل، فمحتاجة أنها تزيد من الخضروات والفواكه، كمية اللحوم الحمراء، أعضاء اللحوم هاي فيها نسبة حديد زيادة، الفواكه المجففة، الخضروات الخضراء بشكل عام،
تحتاج إلى نسبة كالسيوم كذلك وفيتامين د أساس أن الجسم يبتدي العظمة عنده تكون قوية وتتحمل للمراحل العمرية القادمة اللي هي مثل ما نعرف أنه بعد 30 سنة خلاص تخزين الكالسيوم يتوقف، فيعتمد على المخزون اللي كانت هي تاخذه في بداية مراحل العمر بشكل عام. عندنا مرحلة الحمل كذلك هني لازم الحرمة تهتم بنوعية أكلها أكثر أساس أنه تمر بمراحل الحمل بصحة وسلامة من فيتامينات كالحديد ومجموعة الفيتامينات الحمض الفوليك أسيد، المجموعات الغذائية بشكل عام تكون متوازنة، هاي تحتاجها كذلك المرأة. كما أن في مرحلة الرضاعة بعد تكون محتاجة أنها تغذي نفسها بشكل جيد. أن مرحلة ما بعد 40 كذلك هني لازم نزيد نسبة الكالسيوم ونزيد كمية الفيتامينات، نحاول نشرب كميات كبيرة من الماء أساس لتفادى الجفاف. زين عزيزتي أستاذة مريم، الحين إحنا قلنا يعني قائمة بعض الأغذية المهمة للمرأة واللي تفيدها يعني الحفاظ على صحتها، لكن تعرفين كل النساء يعني همهم شو؟ الحفاظ على لياقتهم البدنية ورشاقتهم، ولا أنا غلطانة؟ بالضبط، أكيد لازم. زين لازم، كيف؟ شو القائمة؟ شو السر؟ مثل ما نعرف ان المرأة كمية الدهون عندها في الجسم يعني قابلية الزيادة اكثر، جسم الرجل معروف ان كمية العضل يكون اكثر، المرأة بالنسبة لها كمية الدهون اكثر، فأساس ان نحن نتفادى هالشيء نحاول قد ما نقدر، وخاصة الحرمة يوم تكون في سن 40 هني ممكن عمليات الأيض تكون تبتدي يقل نشاطها إذا كانت هي مو ماشية على نظام غذائي سليم. ولكن للأخوات اللي ماشيين على نظام غذائي إن شاء الله ما راح يكون في أي مشاكل صحية. من هاي النصايح اللي نحن ننصحها دائما دائما أن نحاول قد ما نقدر التوازن الغذائي في جميع العناصر الغذائية، أن الوجبة تكون متكاملة فيها بروتين ونشويات وفيها فواكه وخضار وفيها حليب. طريقة الطبخ جدا مهمة، أن نحاول نستخدم قد ما نقدر طريقة الشوي والسلق عن القليل، ما يبنى أن في بعض المرات ناخذ أشياء مقلية بس نقلل منها، نحاول نقلل من كمية الملح والسكر قد ما نقدر، اللحوم الحمراء نحاول ناخذ اللحوم اللي هي أقل في الشحوم ونقللها ونستبدلها باللحوم البيضة، وخاصة الأسماك لأن الأسماك تتوفر فيها الأوميجا 3 ونحن محتاجينه أساس أن التركيز والخلايا والأعصاب تكون في حالة جيدة. الدهون المشبعة والمهدرجة قد ما نقدر نحن نوقفها ونستبدلها بالزيوت المفيدة مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات، هاي كلها تساعد في تكوين خلايا المخ والمحافظة على الذاكرة وكذلك تصنيع الهرمونات داخل الجسم، وخاصة للمرأة عندنا هرمون الاستروجين دائما نحاول نحن نحافظ عليه قد ما نقدر أساس أنه تكون صحتنا دائما في السليم. ومن هاي الأشياء ممكن نذكرها اللي تنشط هرمون الأنسولين، عندنا منتجات الصويا بشكل عام، بذرة الكتان من الأشياء اللي تحفز هرمون الاستروجين، عندنا من المكسرات
مكسرات الجوز، الفاصوليا البيضاء والخضراء، عندنا التوفو، عندنا الإدمامي. ممتاز. وما ننسى طبعا الخضار والفاكهة، وكذلك ما ننسى المنتجات اللي فيها الكالسيوم، سواء منتجات الألبان وفي منتجات غير الألبان، مثل عندنا السلمون، السردين، الخضروات الورقية الخضراء، البروكلي، السمسم فيها نسبة عالية من الكالسيوم، بالإضافة إلى منتجات ألبان غير اللي هي غير حليب البقر، أنه اللي هو حليب اللوز، حليب الأرز، الشوفان، هاي الأشياء بعد فيها نسبة كالسيوم. ونحرص دائما بشكل كبير على تناول مضادات الأطعمة اللي فيها مضادات الأكسدة اللي تمنع تأكسد الخلايا داخل الجسم، وبالتالي تحاول النتيجة تكون طبعا أنها تقلل من ظهور التجاعيد والكبر والتوتر وتنمي العضلات بشكل أحسن. وهاي طبعا نحصلها مضادات الأكسدة أكثر شيء نحصلها في الخضار والفواكه بشكل عام، وخاصة في الفواكه اللي هي التوتيات. ممتاز. زين عزيزتي مريم، الحين طبعا في من أهم النصائح بعد ما ننسى ممارسة الرياضة، يعني بالإضافة يعني للتغذية الصحية والسليمة للمرأة، إنه ما تنسى لازم تخصص لها وقت بعد ممارسة الرياضة. والناس مثلا يعني النساء العاملات اللي يقولوا ما عندنا وقت، وممكن بعض الأعمال المنزلية تساعدهم كذلك، يعني إنه شوية تساعدهم على الحركة، وإنه ما نستهون بأي حركة إحنا نقوم فيها أو نسويها، بالعكس سواء كانت في العمل أو كانت في يعني في المنزل، هذه أكيد بتكون لها فايدة علينا، ولا شو رأيك؟ نعم أكيد لازم الرياضة، لازم نثبتها في حياتنا، وعلى الأقل يعني مرتين لثلاث مرات نحاول ندمج الرياضة، مثل ما قلتي الكارديو، مثلا الأشياء اللي نسويها في البيت ممكن تكون المشي، السباحة، السايكل، الحين ما شاء الله الناس مقبلة عليه، هاي كلها تنشط الدورة الدموية وعملية التنفس، وتقلل من ضغط الدم وتحافظ على القلب. وكذلك نحاول نحن للحريم خاصة اللي أدوا سن الأربعين يسوون رياضات اللي هي الحديدة شوية، أساس يحافظون على العظام عندهم. وبعد ما ننسى ان احنا دائما قبل ما نتبع اي يعني وصفه غذائيه او مثلا ريجيم معين، ما ناخذ من وسائل التواصل او مثلا صديقتي قالت لي، ولا لا، احنا لازم نرجع للمختصين، لان كل واحد له طبيعته وله ظروفه الصحيه كذلك. احنا ما يستوي نتبع اي نوع من الرجيم او على اساس انه بس احنا عشان نحافظ على رشاقتنا وتسبب لنا بعض الأمراض، لا، نلتزم بالغذاء المتوازن، واللي حاب مثلا ينزل وزنه ممكن يراجع المختصين في هذا المجال. مثل ما قلتي دائما نحن ننصح بالفحص الدوري المبكر، وضروري مراجعة الطاقم الطبي والفريق الطبي كامل، أساس إن الوقاية خير من العلاج. أكيد أكيد. جزيل الشكر لك أستاذة مريم عيسى، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة في دبي، على هذا الحديث والحوار الممتع الصراحة. وأعتقد أن كل وحدة سمعتنا اليوم عبر برنامج صحة وسعادة استفادت منه. نتمنى نلقاك بحلقات جاية بحفظ الرحمن بإذن الله. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 6005514114، أو من خلال رسائل النصية على الرقم 4006. مشاركتكم تسعدنا وتهمنا.
أعزائي المستمعين، في كل عام وبمناسبة شهر المرأة تتمنى هيئة الصحة بدبي من خلال إدارة حماية الصحة العامة وقسم التثقيف والتعزيز الصحي تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات اللي تستهدف دعم صحة المرأة وسلامتها، وذلك بموجب أجندة متنوعة. بنتعرف عليها وإلى تفاصيلها مع ضيفة البرنامج ويانا الأستاذة مريم عبيد الزعابي، اختصاصية التثقيف الصحي قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة مريم. يا حياك الله ويا مرحبا بك وسهلا أختي بدري، إيش حالك؟ الحمد لله كل عام وأنت بخير وجميع نساء العالم بخير. السلام وجميع نساء العالم بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اللهم آمين. في البداية عزيزتي مريم، لو تعطينا فكرة عن شهر المرأة، ليش سمينا في شهر المرأة؟ شو أهداف هذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر إذاعة نور دبي وفريق برنامج صحة وسعادة على استضافتكم لي، ونبدأ بسم الله. طبعا اليوم العالمي لصحة المرأة هو احتفال عالمي يكون في شهر مارس من كل عام. يقام هذا الاحتفال للدلالة على احترام وتقدير المرأة لإنجازاتها في مختلف المجالات، حتى أن في كثير من الدول تحتفل بهذا اليوم وتعطي المرأة إجازة لمدة يوم تقديرا لجهودها. الهدف الرئيسي لصحة المرأة لهذه السنة هو تشجيع وتعريف المرأة أن صحتها من الأولويات الرئيسية. ممتاز. إنزين، يعني سمي بشهر المرأة، أتوقع أن في ثلاث مناسبات مهمة في هذا اليوم، في هذا الشهر، ولا شو رأيك؟ عندنا اليوم العالمي في تاريخ 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، وبعدين يوم وايد مهم، يوم الأم في تاريخ 21 مارس، وبعد ما ننسى يوم السعادة، صح؟ صح، تاريخ طبعا للكل من بعد الأمهات، بس احنا نقول بعد السعادة، بعد يعني أساس المرأة، ولا شو رايك؟ أكيد أكيد أكيد، احنا المرأة أصلا محور الكون دائما تكون. أكيد. إنزين، لو تخبرينا عزيزتي مريم، هذا العام شو الأنشطة والفعاليات اللي تخص صحة المرأة؟ طبعا نحن في هيئة صحة دبي وبالتحديد في قسم التعزيز والتثقيف الصحي نهتم ونقوم بالعديد من الفعاليات والبرامج التثقيفية التي تخص المرأة. منها على سبيل المثال عندنا شهر التوعية بسرطان عنق الرحم في شهر يناير، أسبوع الرضاعة الطبيعية في شهر أغسطس، وعندنا شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر، وعندنا الحين حاليا شغالين على فعاليات صحة المرأة والتي تهدف مثل ما ذكرت سابقا بتعريف المرأة أن صحتها من الأولويات. السنة إن شاء الله راح نسوي جلسة حوارية تحت شعار وعنوان صحتك أولا. الجلسة الحوارية راح يكون فيها مجموعة من الدكاترة من مختلف الاختصاصات الطبية بحيث يغطون جميع الجوانب التي تتعلق بصحة المرأة من الناحية الجسدية والنفسية والصحية والجمالية. عندنا بعد من المواضيع اللي راح تنطرح في الجلسة عندك الاكتئاب بعد الولادة، تكيسات المبايض، صحة وجمال المرأة، وأيضا مواضيع عن التغذية والرياضة وغيرها من المواضيع الشيقة الأخرى إن شاء الله. ممتاز. وهذا بيكون على طول الشهر صح؟ هو لا، نحن حين مخصصين هو شهر مارس إن شاء الله راح يكون هالشهر هو عن صحة المرأة. وطبعا في بعد أنشطة ثانية نحن نسويها، لأن مو بس أحيانا تتعاقب كذا فعالية أو كذا موضوع في شهر واحد، فنحن نشوف يعني شو الأشياء الجمهور، شو المواضيع اللي يطلبونها أكثر. فبمناسبة يوم الصحة صحة المرأة نحن قررنا نحن نسوي من عندنا نحن فعالية، وراح تكون عبارة عن حوارية للمرأة. ممتاز. زين أستاذة مريم، لو تخبرينا شو مدى يعني تقبل النساء في المجتمع لهالفعاليات، شو إقبالهم على هالفعاليات أو مشاركتهم فيها؟ لا ولله الحمد، مو بس على مستوى النساء، على مستوى الجمهور كله الحمد لله أن نحن نحقق الأهداف، وهناك إقبال وتفاعل كبير من قبل الجمهور سواء النسائي أو الرجالي أو الأطفال على الفعاليات اللي نسويها.
وهذا طبعا نحن نلمسه من خلال قياس مستوى ونسبة الرضا على الفعاليات المقامة. الحين ما شاء الله تقريبا الكل صار عندهم وعي واهتمام بالمواضيع الصحية. الناس تعرف أن في كل شهر هناك موضوع صحي معين يتم الحديث عنه، وما شاء الله هناك طلب طول السنة من قبل الجهات الحكومية وغيرها من الجهات على الفعاليات والمحاضرات التي يقوم بها قسم التعزيز والتثقيف الصحي. ممتاز. إنزين، يعني إلى أي مدى تتحقق أهداف مثل هاي الفعاليات؟ يعني شو تحسون يعني هل بهالفعاليات إن أنتوا قدرتوا توصلون الرسالة للمجتمع؟ هي نعم، يعني مثل ما قلت لك إن هناك يكون ساعات في طلب، مثلاً الحين عن صحة المرأة في كذا جهة حكومية وغيرها من الجهات طالبين نحن مثلاً نسوي لهم محاضرات افتراضية مثلاً عن مواضيع معينة هم حابين أن نسوي لها إياهم، مثل ما ذكرتك عن الاكتئاب ما بعد الولادة، تكيسات المبايض، وأشياء ثانية تتعلق بصحة المرأة. ممتاز. زين عزيزتي مريم، لو تكلمينا بشكل عام وعن الأنشطة يعني قسم التعزيز والتثقيف الصحي اللي تنظمه هيئة الصحة طوال العام، شو أهدافكم في هذا القسم وشو الأنشطة اللي تسوونها للمجتمع تقدمونها؟ طبعا السنة إن شاء الله راح نركز على العديد من الأنشطة والفعاليات الشيقة. عندنا شين مثل ما قلت لك شغالين على فعالية صحة المرأة، وعندنا شين رمضان قريب جاي يعني إن شاء الله بتكون في بعد فعاليات حق رمضان، عندنا فعاليات حملة الصيف اللي راح تكون إن شاء الله في مدينة مدهش، فعاليات العودة إلى المدارس، بالإضافة إن شاء الله راح تكون عندنا فعالية جديدة السنة أول مرة بنسويها بتكون عن صحة الرجل في شهر نوفمبر. طبعا تتنوع الأنشطة التثقيفية عندنا ما بين الحملات الميدانية والحملات الافتراضية المرئية عبر تطبيق تيم، كما أننا نستغل منصات التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام والفيسبوك الخاص بالهيئة بيئة الصحة، ننزل عليهم بوست وأحيانا نشرات وأحيانا فيديوهات صحية بشكل دوري ومستمر على حسب المناسبات والمواضيع الصحية التي تطرح. إنزين أستاذة مريم، لو تكلمينا أكثر شوي عن يعني الأنشطة الرياضية اللي تخص المرأة، هل عندكم بعض الأنشطة تسوونها للمرأة خلال يعني جدول الأجندة الأنشطة اللي عندكم؟ مثلا في عندكم أي أنشطة رياضية؟ أنشطة رياضية بحتلة والله ما عندنا حاليا، بس ممكن أن نحن نعرضها عشان ان نحن نبدا نسوي مثل هاي الانشطه ان شاء الله. الحين عندنا فعاليات كثيره ومن ضمنها ان نحن نبدا نسوي هاي البرامج التثقيفيه عن الرياضه. ممتاز. زين عزيزتي مريم، لو تخبرينا على نهايه الحوار اليوم، شو حابه تقولين لكل امراه تسمعنا الحين؟ نصيحه منك او كلمه اخيره منك؟ المرأة في نظري أنا وخصوصا الأم سواء الأم أو الأم العاملة دائما تبدي صحتها على غيرها، دائما تهتم في الغير أكثر من نفسها، عشان كذا الواحد مفروض يبتدي بصحته هو أول عشان يفيد نفسه ويفيد غيره. ممكن. عشان تدوم الصحة والسعادة، ودمتم بالصحة وسعادة. شكرا لك عزيزتي مريم. عبيد الزعابي اختصاصية التثقيف الصحي قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، جزيل الشكر لكم ولك ولفريق العمل، وصراحة الجهود المبذولة اللي تبذلها هيئة الصحة في دبي يعني جهود بارزة حقيقة في توعية ورفع مستوى التوعية في المجتمع. جزيل الشكر لك، نلقاك بإذن الله في حلقات جاية إن شاء الله. سلام. شكرا، حياك الله. أعزائي المستمعين، طبعا الحين وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج صحة وسعادة. نتمنى لكم الصحة والسلامة دائما،
كذلك نتمنى يعني في هذا اليوم المميز نتمنى لكل امرأة تسمعنا، لكل أم، لكل أخت، لكل صديقة النجاح والتوفيق. نتمنى أن أحلامهم تتحقق يعني، وبالعكس يكون لهم دور بارز في تنمية هذا المجتمع، مجتمع دولة الإمارات، مجتمعنا يعني ودولتنا اللي ما قصرت علينا بشيء وما بخلت علينا. يعني دولتنا تستاهل كل الإخلاص، تستاهل كل الحب، تستاهل كل العمل منا. اليوم المرأة احنا ما نقول هي نص المجتمع، اليوم المرأة نقول هي يعني كل المجتمع، يعني بتكوين المجتمع. ليش؟ لأن المرأة لها دور يعني بتربية الأجيال وغيرها. اليوم المرأة يعني وصلت يعني لمجالات كثيرة، برزت فيها في محافل كثيرة دولية. اليوم نفتخر احنا بقياداتنا النسائية ولله الحمد. أعزائي المستمعين، لا تنسون تزورون معرض إكسبو 2020، لأن قربنا نودع هذا الحدث الأروع والأكبر واللي استمتعنا في طوال 6 شهور الماضية. نتمنى لكم الصحة والسعادة. كان وياكم في الإخراج الزميل وائل قواسمة، وبالتنسيق الأخت إسراء الهاشمي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. هذه تحياتي لكم، وحديثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم يوم سعيد، ولنلقاكم باكر بإذن الله. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.